بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالبات ثالث ثانوي، اليوم إن شاء الله راح نكمل ناخذ درس الكربوهيدرات اللي هو الدرس الثاني في الفصل السادس والأخير، الفصل الأخير من كيمياء 4. الفكرة الرئيسية لهذا الدرس تزود الكربوهيدرات أو تزود الكربوهيدرات المخلوقات الحية بالطاقة والمواد البنائية. الأهداف: تصف تراكيب السكريات الأحادية والثنائية وعديدة التسكر، تشرح وظيفة الكربوهيدرات داخل أو في المخلوقات الحية. الربط مع الحياة: نلاحظ أن هناك تركيز كبير من الإعلام على الكربوهيدرات من وسائل الإعلام بشكل عام، فقد أصبح النظام الغذائي للقليل من الكربوهيدرات طريقة مفضلة للتحكم في الوزن، إلا أن الكربوهيدرات هي مصدر مهم لطاقة الجسم. أنواع الكربوهيدرات اللي موجودة: يعطي تحليل كلمة كربوهيدرات إلى لمحة عن تركيب هذه المجموعة من الجزيئات، وقد أدت الملاحظات القديمة التي بيّنت أن الصيغة الكيميائية العامة لهذه المركبات هي عبارة عن CN H2O والجميع مرفوع لأس N، والتي تبدو وكأنها هيدرات كربون إلى تسميتها كربوهيدرات. ومع أن العلماء الآن يعرفون أنه لا توجد جزيئات ماء كاملة مرتبطة مع الكربوهيدرات، إلا أن الاسم بقي من دون تغيير. الوظيفة الأساسية والرئيسية للكربوهيدرات في المخلوقات الحية أنها مصدر الطاقة المختزنة. وظيفة الكربوهيدرات أنها مصدر للطاقة المختزنة، هذه الوظيفة الرئيسية للكربوهيدرات. تضم الأغذية الغنية بالكربوهيدرات مثل الحليب والفواكه والخبز والبطاطس على هذا النوع على الكربوهيدرات، والكربوهيدرات هي مركبات عضوية تحتوي على عدة مجموعات من الهيدروكسيل اللي هو OH، بالإضافة إلى مجموعة الكربونيل اللي هو C رابطة ثنائية مع الـ O، وهذه الجزيئات تتراوح في قياسها بين وحدة بنائية واحدة إلى بوليمرات مكونة من مئات أو آلاف وحدات البناء. إذا الوظيفة الرئيسية للكربوهيدرات هي مصدر الطاقة مختزنة، وتنضم الأغذية الغنية بالكربوهيدرات مثل الحليب، الفواكه، الخبز، البطاطس تضم على الكربوهيدرات. ما هي الكربوهيدرات؟ هي مركبات عضوية تحتوي على عدة مجموعات من الهيدروكسيل ومجموعة الكربونيل. أنواع الكربوهيدرات: هناك سكريات أحادية وتسمى بأنها أبسط الكربوهيدرات. السكريات الأحادية وتعتبر بأنها أبسط أنواع الكربوهيدرات وتسمى بالسكريات البسيطة. السكريات الأحادية هي السكريات البسيطة، تحتوي على أكثر السكريات الأحادية شيوعاً وهي 5 أو 6 ذرات كربون. من الأمثلة على السكريات الأحادية موجودة في شكل 9-6، ونلاحظ وجود مجموعة كربونيل على إحدى ذرات الكربون ومجموعة هيدروكسيل على معظم ذرات الكربون الأخرى، ووجود مجموعة كربونيل يجعل هذه المركبات إما ألدهيد أو كيتون بحسب موقع مجموعة الكربونيل. كما أن تعدد المجموعات القطبية يجعل السكريات قابلة للذوبان في الماء ويعطيها درجات انصهار عالية. نلاحظ عندنا من أمثلة على السكريات الجلوكوز، الجالاكتوز، الفركتوز. كل سكر معطيك إياه بشكلين، شكل بالسلسلة المفتوحة وشكل بالشكل الحلقي. نلاحظ السلسلة المفتوحة يحتوي على مجموعة كربونيل وأيضا مجموعات هيدروكسيل، إلى أنها تختلف من سكر إلى سكر بترتيبها ومواضعها. فنلاحظ مجموعة الكربونيل في السكر الجلوكوز والجالاكتوز بنفس المكان طرفية، إلا أن الاختلاف في مجموعات الهيدروكسيد والهيدروجين في ترتيب الهيدروكسيد والهيدروجين. أيضا سلسلة الفركتوز تحت مجموعة كربونيل إلا أنها لم تكن طرفية وإنما في مكان ذرة رقم 2، وأيضا تختلف مواضع الهيدروكسيد والهيدروجين في هذه السكريات. الجلوكوز هو سكر أحادي سداسي الكربون، له تركيب ألدهيدي ويوجد بتركيز عالي في الدم، إلا أنه يعمل بوصفه مصدر رئيسي للطاقة الفورية للجسم، ولهذا السبب يسمى الجلوكوز في كثير من الأحيان بسكر الدم، يطلق على الجلوكوز في كثير من الأحيان بسكر الدم. نأتي للنوع الثاني من السكريات اللي هو الجالاكتوز. الجالاكتوز هو سكر على علاقة وثيقة بالجلوكوز، شبيه بالجلوكوز لكنه يختلف
في كيفية اتجاه ذرات الهيدروجين والهيدروكسيل في الفراغ حول إحدى ذرات الكربون الست، ويجعل هذه العلاقة من الجلوكوز والجلاكتوز متشكلين هندسيين. أما الفاركتوز اللي هو يسمى بسكر الفاكهة فهو موجود في معظم الفواكه، وهو سكر أحادي يتكون من 6 ذرات كربون وله تركيب كيتوني كما لاحظنا في الشكل قبل قليل. كما أن الفركتوز هو متشكل بنائي للجلوكوز. عندما تكون السكريات الأحادية في محلول مائي فإنها توجد في صورة حلقية وتركيب سلسلة مفتوحة، لكنها تغير شكلها باستمرار وبسرعة. فالتراكيب الحلقية هي الأكثر استقراراً، وهي الشكل السائد للسكريات في حالات الاتزان. ونلاحظ أن مجموعة الكربونيل توجد فقط في تركيب السلسلة المفتوحة، أما السلسلة الحلقية فلا توجد فيها مجموعة كربونيل. هذا بالنسبة للنوع الأول من السكريات اللي هي السكريات الأحادية. نأتي النوع الثاني من السكريات، السكريات الثنائية. تستطيع السكريات الأحادية أن ترتبط معاً عن طريق تفاعل يسمى تفاعل التكثف. إذا السكريات الثنائية هي سكريات أحادية ارتبطت مع بعضها البعض عن طريق تفاعل التكثف الذي يطلق الماء كما هو الحال في الأحماض الأمينية. وعندما ترتبط سكران أحاديين يتكون لدينا سكر ثنائي، ويطلق على الرابطة الجديدة المتكونة بالرابطة الإيثرية. إذا في السكريات تتكون رابطة إيثرية عندما يتكون سكر ثنائي. من الأمثلة على السكريات الثنائية هو السكروز، هو أحد السكريات الثنائية ويعرف بسكر المائدة. السكروز له مسمى آخر وهو سكر المائدة، لأنه يستعمل بشكل رئيسي في التحلية، ويتكون السكروز في اتحاد الجلوكوز مع الفركتوز، كما أنه اللاكتوز سكر ثنائي أيضا شائع. غير السكروز عندنا اللاكتوز، أول شيء السكروز هو عبارة عن اتحاد جلوكوز مع فركتوز. أيضا من السكريات الثنائية عندنا اللاكتوز، وهو من الكربوهيدرات الأهم، ويكون موجود في الحليب ويسمى غالبا بسكر الحليب، ويتكون عن اتحاد جلوكوز ولاكتوز. إذا السكر الناتج عن اتحاد جلوكوز وفركتوز هو السكروز، السكر الناتج عن اتحاد الجلوكوز والجالاكتوز هو سكر اللاكتوز اللي هو سكر الحليب. السكريات عديدة التسكر، النوع الثالث من السكريات عديدة التسكر، يستعمل اسم كربوهيدرات معقدة أو سكريات عديدة التسكر للبوليمرات التي تتكون من سكريات بسيطة تحتوي على 12 وحدة بناء أساسية أو أكثر. ترتبط الوحدات الأساسية في عديدة التسكر بنفس نوع الروابط الذي تجمع سكرين أحاديين لتكوين سكر ثنائي. نلاحظ أنه يحتوي على 12 وحدة بنائية أساسية أو أكثر. ترتبط الوحدات الأساسية في عديدة التسكر بنفس نوع الروابط التي تتكون في السكروز، أو عفوا بين سكرين أحاديين لتكوين سكر ثنائي. الجلايكوجين هو من السكريات عديدة التسكر. نلاحظ أن السكريات عديدة التسكر مثال عليها الجلايكوجين. يتألف من وحدات جلوكوز تخزن الطاقة، ويوجد غالبا الجلايكوجين يوجد في الكبد وعضلات الإنسان والحيوانات، كما يوجد في بعض أنواع المخلوقات المجهرية ومنها البكتيريا والفطريات. نلاحظ في الشكل 12-6 نوعين آخرين مهمين من السكريات عديدة التسكر اللي هما سكر النشا والسليلوز. على الرغم من أن كل منهما يتكون من وحدات أساسية من الجلوكوز، إلا أنهما يختلفان في خواصهما ووظائفهما. تصنع النباتات النشا والسليلوز، والنشا هو جزيء طري لا يذوب في الماء. نلاحظ أن النشا عبارة عن جزء طري لا يذوب في الماء، ويستعمل أيضا لتخزين الطاقة، في حين أن السليلوز هو بوليمر لا يذوب في الماء. السليلوز هو عبارة عن بوليمر لا يذوب في الماء، ويكون على جدران القاسية للخلية النباتية مثل الخشب. ويعود السبب في هذا الاختلاف إلى أن الروابط التي تربط الوحدات الأساسية معا تتجه اتجاهات مختلفة في الفراغ. وبسبب هذه الاختلافات في شكل الروابط يستطيع الإنسان أن يهضم الجلايكوجين والنشا، ولكنه لا يستطيع أن يهضم السليلوز، كما لا يستطيع إنزيمات الهضم أن تستوعب السليلوز في مواقعها النشطة. السليلوز الذي هو في الفواكه والخضروات والحبوب التي نأكلها يسمى اليافن
لأنه يمر في الجهاز الهضمي دون أن يتغير كثيرا. إذن عرفنا الكربوهيدرات مركبات تحتوي على مجموعة هيدروكسيد ومجموعة كربونيل. يتراوح حجم الكربوهيدرات بين وحدات بناء أساسية مفردة أو بوليمرات تتكون من مئات آلاف الوحدات الأساسية. توجد سكريات الأحادية في المحاليل المائية في تراكيب حلقية ومفتوحات السلسلة. كذا أنهينا درس الكربوهيدرات، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.